مرحبا بكم أعزائي المشتركين والمتابعين. سنتعرف اليوم على مذيعة الميدان، تلك المذيعة التي تتسم بالهدوء والرشاقة وتفضل العمل الميداني، والذي شكل قاعدة انطلاقتها نحو مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات. في بداية الحلقات كان عندي أمل كبير 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 إنه يغير بعض الثغرات الموجودة في القانون ويغير شوية في المفاهيم المجتمعية في مصر. وين نبدأ نلاقي الحل؟ هل في المرأة نفسها، في الرجل، في المجتمع، هل في القانون، في فهمنا لنصوص الدين؟ وين البداية؟ هصدمك لما أقولك إنه جزء كبير من مشكلة المرأة في مجتمعات. إنها الإعلامية المصرية ضحى الزهيري، الحاصلة على الماجستير في التلفزيون والصحافة الرقمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في العام 2010. لقد كانت بدايتها منذ دراستها الثانوية العامة، عندما عملت مع قناة الجزيرة كمراسلة وأجرت العديد من المقابلات والريبورتاجات الصحفية. ونتيجة لتألقها الكبير في مجال العمل الميداني والعمل من بين الناس، ابتداء من الساحة المصرية ثم الانتقال إلى الخارج بنفس الكفاءة الإعلامية، بدأت شهرتها فيما قدمته من برامج، وخصوصا برنامج الشارع المصري. أطلق عليها مذيعة الميدان، عملت في عدة مؤسسات إعلامية عريقة، قدمت أخبار في قناة أورينت نيوز خلال العام 2009، مراسلة لجريدة لوس أنجلوس تايمز في الفترة من 2009 حتى 2011، مراسلة لقناة الجزيرة مباشر مصر في الفترة من 2011 إلى 2013. لقد أهلها ذلك فيما بعد الانتقال كمذيعة أخبار في قناة الحدث العربية، ولا زالت تعمل فيها حتى الآن. إعلامية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها ما يقارب 90,000 من المشتركين على تويتر، وأكثر من 53,000 متابع على إنستغرام. لا توجد أي معلومات عن حالتها الاجتماعية وتاريخ ميلادها. أعزائي المشتركين المتابعين، تلك أهم المعلومات والتفاصيل التي تمكننا من جمعها عن الإعلامية الكبيرة والقديرة ضحى الزهيري من جمهورية مصر العربية، والتي تعمل حاليا في قناة الحدث. إذا لديكم ملاحظات أو تفاصيل أو تعليقات، أرجو تسجيلها في التعليقات. لا تنسى الاشتراك في قناتنا إذا أعجبكم الفيديو. شكرا على الاستماع والمتابعة. تايجر تي في مروحات.